السلام عليكم، مرحبا بكم جميعا في قناتي وقناتكم جليلة شانيل. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكون احوالكم طيبة وتكون الصحة جيدة، هذا هو المهم. يوم جديد وموضوع جديد. قبل ما نبدا في الموضوع، نبغي نوجه كلمة شكر لجميع المشتركين في القناة، سواء المشتركين معايا بداية القناة او المشتركين اللي انضموا مؤخرا جدد للقناة. نقول لكم مرحبا بكم جميعا، ونتمنى ان القناة ديالي يعني يكون منها استفادة. بغيت نقول حاجة أخرى، أنه فعلا يعني كان تعطل شي شوية من أسبوع حتى لعشرة أيام باش كان حتي فيديو، ولكن هذا هو جهدي، يعني هذا هو الجهد نتاعي. ولكن كنكون فرحانة فاش أنني كان حتي يعني شي فيديو أنه يكون عنده محتوى وأنه الواحد يقدر يستفيد منه. جاوني رسائل يعني على الانستغرام أنه يعني حيت القناة بحال نقولوا كيشوفوها لا ماجوريتي نتاع الناس اللي كيشوفوها تقريبا من فرنسا. سي بور سا انا المواضيع ديالي يعني كتكون يعني تقريبا موجهة للناس اللي ساكنة في فرنسا، ولكن هذا لا يمنع ان الناس اللي ساكنين في الدول الاخرى كيتابعوني، حيت حنا اللي عندنا القنوات. المهم كان عندنا واحد المكان نقدروا نشوفوا منه يعني المتابعين اللي كيتابعونا. مثلا عندي متابعين من فرنسا هما الاكثر، عندي متابعين من المغرب، من الجزائر، من اسبانيا، من ايطالي، هادو هما اللي افيشالي عندي يعني المتابعين. فاش كتكونوا يعني كيتابعوا الناس من فرنسا، بطبيعة الحال كنهضر على الاوراق الادارية اكثر، ولكن جاوني رسائل في انستغرام كي قلت لكم ناس من المغرب اللي باغيني انني ندير بعض المرات فلوغات، او انني بعض المرات ندير دويره في اكسيون، ولا ندير دويره في بخي مارك، او انه حتى انني الى هوت يعني مشيت لباري لوسط المدينه انني نصور يعني الاماكن وكل شيء. المهم ان شاء الله انا نقول لكم ان شاء الله هاد الشيء ان شاء الله نديره مستقبلا ان شاء الله، غير اليوم يعني هذا هو الجهد ديالي يعني في المواضيع. ان شاء الله غير تحسن شويه حالات الطقس ان شاء الله نقدر نبدي نخرج ويعني وندير لكم هكا دي بتي فلوغ، ويعني وما نخرجش على موضوع القناه لانه الواحد ياخذ استفاده سواء من مكان او من شي حاجه شريتها او حتى من شي موضوع درته. نبداو على بركه الله ونقول لكم كيف ديما الناس اللي اشتركوا او الناس اللي شافوا القناه جديده وبغاو يشتركوا، ما تنساوش تفعلوا الجرس، حيت الا ما فعلتوش الجرس ما غاديش يوصلكم الجديد نتاع الفيديو. وكذلك نقول لكم ما تنساوش انه ديروا لينا لي لايك باش الفيديو يقدر يتشاف، حيت الا خدمت على الموضوع وانني حطيت واحد الموضوع وما ندارلوش لي لايك غادي هذاك الموضوع غادي يعني هذاك الفيديو غادي يبقى هكذاك. نظن انكم فهمتوني. نقول لكم نبداو على بركه الله. كيف كتشوفوا انه جاوني اسئله كذلك على لا غوميز ا نيفو، على فورماسيون، على خدمه. المهم هاد لا غوميز ا نيفو، فورماسيون، خدمه، هاد التركيبه نتاع الثلاثه نتاع الحوايج مرتبطين مع بعضياتهم. انا شنو فكرت، قلت انني نشارك معكم التجربه ديالي يعني من نهار اللي دخلت لفرنسا، وكيفاش انني دوزت لا غوميز ا نيفو درتو، وكيفاش انني خدمت بعض الخدمات. يعني ما غاش نقدر نقول لكم كاع الخدمات اللي خدمتهم حيت الفيديو غادي يجي طويل، وهلا الفيديو شفتو جا طويل غادي نقسمه لكم، غادي ندير لكم فيديو نيميرو 1 وفيديو نيميرو 2. وكذلك نقول لكم بعض لي فورماسيون اللي درتهم. نبداو على بركة الله. بالنسبة لا غوميز ا نيفو، انا فاش دخلت لفرنسا، المهم كيف الجميع، مشيت المهم سجلت في بول امبلوا. فاش مشيت سجلت في بول امبلوا، للاسف كانت عندي واحد الكونسيير المهم اللي المهم راكو فاهمين ماشي حتى تما، يعني ما ساعدتنيش، ما نصحتنيش، ما قالت لي والو. انا اللي راني عاقله فاش كتمشي يعني الاول مره في موش بون بلوا، كيف المهم كيف دستو جميعا، انهم كيطرحوا عليكم اسئله، يقولوا لكم اشنو درتو فاش يعني اشنو درتو قبل ما تدخلوا لفرنسا، وشنو كنتو ديروا القرايه ديالكم، وشنو كنتو. المهم انا هذاك الشيء اللي درتو في المغرب قلت ليها، راني عاقله، ديت معايا السيرتيفيكا نتاع البكالوريا ديالي، ديت معايا واحد لاتيستاسيون بلي انني كنت نقرا في ايكول بريفي زعما نتاع لافورماتيك، وديت معايا واحد لاتيستاسيون بلي انني كنت يعني كندير ستاج في لابونك بوبولار، في البنك الشعبي. المهم هذاك الشيء ديتو ليها على اساس انني زعما بغيت نخدم شي حاجه بحال هكذا، انا هذا هو التصور ديالي فاش مشيت. لكن هي هذيك المهم كونسيير ديالي شو كيما غادي نعاود لكم هكذا، والله البنات قالت لي نتيا عاد يلاه جيتي وبغيتي تخدمي في ان بوست سيميلير بحال يعني بغيتي ديري هاد الخدمه، امبريمات لي واحد لو بابي، راني عاقله،
وقالت لي فوالا كاين هاد لوفر الا بغيتي تخدميه. انا هذاك لوفر هزيتو درتو في الساك ديالي، المهم ما قريتش، مشيت للدار وقريتو. هذاك لوفر كان في واحد لاكريش، هذيك لاكريش طالبين شي حد، انا ما كان عندي حتى شي تجربه يعني في الخدمه ولا شي حاجه. المهم هذيك لاكريش ما كانش بعيده عليا، وكنت عارفه ها فين جايه، وهذيك لاكريش كانت عادي الله حلت جديده، وكانت غير اون ميني كريش. المهم مشيت عندهم حطيت لهم لو سي في ودرت فوتوكوبي على هذاك الشيء اللي جبته من المغرب، حيت ما كانش عندي اون اكسبيريونس، ما كانش عندي ان باركور بروفيسيونيل باش انني نديرو في لو سي في وانني نعطيه لهم. ولكن كيف كنقولوا بالعاميه درتها غير على الله. المهم مشيت وحطيت لهم لو سي في، وداك السي في كان فيه غير النيميرو التليفون ديالي، وكان فيه هذاك الشيء اللي درتو في المغرب بلوس هذوك لي زاتيستاسيون درت لهم فوتوكوبي وعطيتهم لهم معاهم، وكلشي كان بالفرنسيه. هما البنات غادي نقول لكم مثلا كانت عندي هاد السيرتيفيكا تاع انني كنت قريت في ايكول بريفي جبتها معايا من المغرب، وكذلك الباكالوريا ديالي المهم جبتها معايا من المغرب. مشيت جلست يومين وهما يصونيو لي وصايي، ودارت معايا لونتروتيان لا ديريكتريس هي اللي دارت معايا لونتروتيان صافي وقبلوني. فاش قبلوني شافوا انه المهم عارفين بلي ما عندي حتى شي ديبلوم، ولكن انا اللي سلكني كما نقولوا غير 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 الهضره معاها، والهضره بحال اللي كنقولوا قنعتهم. وهما في هذيك الوقيته كانوا محتاجين شي واحد غير مؤقتا، حيت كانوا حلوا لا كريش، ويمكن شي وحده كانت حطت السي في ديالها وكانوا قبلوها وداروا معاها لونتروتيان يمكن وما جاتش، ولا المهم كانوا محتاجين شي واحد غير مؤقتا. فاش كانوا محتاجين هذاك الشخص يعني، وكتبت لي ديك الخدمه، هذه اول خدمه بديتها هنايا في فرنسا. كانوا محتاجين انه شي واحد اللي انه يدير غير التعقيم ديال لي بيبرون، انه واحد اللي كيكونوا بحال باغ اكزومبل كيعطيوني اون ليست في الصباح كيقولوا لي فوالا ها هما الاطفال اللي غادي ياكلوا ماكله عاديه، وكاين الاطفال اللي غادي ياكلوا ماكله ميكسي غادي لابد ما نطحنوها، يعني عندهم مشاكل فما يقدروش. المهم يعني قالوا لي ما يكونش عندك انتيا كونتاكت مع الاطفال، حيت انايا ما عنديش ان سي ابي، ما عنديش ان ديبلوم. قلت لهم اوكي. وكانت هذاك في هذيك الفتره كانت هذيك الخدمه اللي خدمتها يعني غير توقيت مؤقت، ماشي توقيت ماشي مؤقت، طوم بارسيال فوالا، سي با ان طوم بلان، سيتي جوست ان طوم بارسيال. المهم خدمتها، كانت هذيك هي البدايه ديالي باش انني نخدم شي خدمه، وكنت فرحانه بزاف انني فوالا قدرت انني ندبر على راسي بخدمه. المهم هذه هي البنات، هذه الصراحه خدمت من موراها. من بعد البنات خدمت تما غير واحد المده قليله، من بعد خرجت، وكانت في هذيك المده بول امبلوا كتلغى لينا كل كان سجور باش تقول لينا فوالا واش انكم يعني واش انكم كتقلبوا على خدمه، ماشي بحال دروك الامور اختلفت تماما. من بعد فاش انني خرجت من تما بقيت كنقلب على خدمه، خدمت البنات بزاف د الحوايج، بزاف د الحوايج ما غاش نقدر نقول كاملين حيت خاصني 5 د السوايع. ديجا شوفوا غير هذه البدايه اللي بديت نشرح لكم وراني في الكرونو قريب 9 مينوت 9 دقائق، يمكن غادي نقسم لكم هذا الفيديو على جوج غير باش تعرفوا. وشتو لا تبعتوا معايا المراحل بالاول، هادشي اللي غادي نحكيه لكم وشنو عشتو غادي تقدروا تستافدوا وتكونوا واحد الفكره، وحتى نتوما تقدروا تاورينتيو راسكم وتشوفوا شنو باغراكم باغيين ديروا. من بعد فاش كملت لي كونطرا مع لاكريش كان خاصني نجمع السوايع باش يكونوا عندي الشوماج، خدمت فوندوز، خدمت في لا ريستوراسيون، المهم خدمت بزاف د الحوايج لانني بعد جمعت الشوماج ديالي بون امبلوا عطاوني لو شوماج. فاش رجعت عند هذيك الكونسيير ديالي مره اخرى انا على اساس انها غادي تعطيني شي فورماسيون. البنات انا فاش دخلت لفرنسا ما كنتش عندي واحد الوعي كبير كما دابا دروك، يعني سي بور سا ليكسبيريونس هي اللي كتخلي الواحد انه يعرف اشنو خاصو يدير. من بعد ما كان عندي شي درايه بشي حاجه، ولا مع انه في هذيك الوقيته لا كونسيير نتاعي كنت نقدر انني نقول لها ما بغيتكش، بغيت نبدلك ولا انني نكتب جو سي با نكتب بريا للديريكتور نتاع بول امبلوا ولا شي حاجه، ولا المهم باش انني نبدلها. فهذاك لا بيريود انايا المهم ما عطاتنيش فورماسيون، وشنو هي اللي اقترحت عليا قالت لي فوالا غادي تمشي ديري غوميز ا نيفو. هاد غوميز ا نيفو ما كانتش عليه واحد الدرايه يعني وشنو هو هاد غوميز ا نيفو اكزاكتومون. غوميز ا نيفو البنات كتمشيو انكو باش يعاودوا لكم يعني بحال نقولوا التاهيل او التمكن من اللغه الفرنسيه. انا عطاتني لا غوميز ا نيفو في 3 ديال الاشياء، عطاتني في الفرونسي، عطاتني في المات، وعطاتني في الانجليزيه غير بوحدها البنات. انا والله ما قلت لها حتى شي حاجه بوحدها، هي عطاتني في هاد 3 ديال الحوايج. مشيت
درت لا غوميز ا نيفو، راني عاقله البنات، قريت 3 شهور، 3 شهور اللي قريت، وكان عندي لو شوماج ديالي، يعني هما اللي خلصوا عليا هذيك لا فورماسيون. وها هو البنات، ها هي لا تيستاسيون تاع لا فورماسيون، وها هما البنات كيديروا لك هنايا، فوالا هاما الفرونسي والانجلي والمات. المهم فاش من بعد دوزت هاد لا غوميز ا نيفو، فاش يعني قبل هاد لا غوميز ا نيفو كي قلت لكم خدمت بزاف الخدمات. من بعد هاد لا غوميز ا نيفو انني رجعت عاوده كاين معاها باش نشوف واش كاين شي خدمه. المهم هي قالت لي انني حتى انايا خاصني ندير المجهود ديالي ونقلب من جهتي على الخدمه. كنت بقيت كنقلب من الجهه ديالي على الخدمه، تلاقيت خدمه في ميزون دو ريتريت، وهذا الشيء كنت ديجا قلت لك يكون ممكن يمشي الموضوع. هذاك الخدمه اللي تلاقيتها في ميزون دو ريتريت البنات، تلاقيت اجون اوتوليي. اجون اوتوليي حتى هي لقيتها عاوده كاين طون بارسيال، ولكن خاصكم تعرفوا اجون اوتوليي سا ديبون لي طاش اللي كيطلبوهم منكم. انا في هذيك الوقيته اللي خدمت كانوا طالبين اجون اوتوليي، كان بدي حتى ل10 ديال الصباح، وانني فقط كان نعطي الماكله، نحضر الماكله، كتكون الماكله ديجا واجده كيحضروها ديجا لو سيرفيس، باسكو لا ميزون دو ريتريت اللي خدمت فيها شاك ايطاج فيه لا كويزين، والبنات هما اللي كيحضروا كيحضروا الصباح الماكله، ماشي الماكله نتاع ميدي. الماكله نتاع ميدي كتكون في لا ريستوراسيون اون با، مي الصباح الفطور يعني قهوه حليب اتاي، المهم هذاك الشيء الفطور الصباح كيتحضر في لا كويزين، وشاك ايطاج عنده اون كويزين. البنات كيحضروا ديجا الفطور كيكون واجد. انا فاش نجي مع العشره كنمشي غير نسخن ليهم هذاك قهوه ولا حليب ولا اتاي، ولا يعني كان بلا ماشين كنديرو، وكنشوف كيكون عندي بحال ان كلاسور، هذاك لو كلاسور كنحلو وكنشوف باغ اكزومبل مدام فلانه، مدام فلانه خصني نعرف كل وحده وشنو تاكل. كاين اللي كتاكل بسكويت مع ان بسكوي مع باغ اكزومبل غير قهوه، كاين اللي كتاكل بسكوي مع قهوه حليب، كاين اللي خاصني اتاي يكون سون سكر، ولا اللي كاين اللي خاصني يدير لو سكر، كاين اللي ما خاصوش لو بور، كاين اللي المهم خاصني داك الكلاسور نكون عارفه كل شخص وشنو هادير ياكل. هادوك الناس اللي كنت نجي مع العشرة نعطيهم الاكل، كانوا سي سون دي بيرسوناجي كي سون با اوتونوم، ما كيقدروش مساكين يخدموا يديهم، ما يقدروش يعني ياكلوا، خاصني انا نعطيهم. وفي هذاك لو مومون كيجي لانفيرميي يعني كيدوز باش انه يعطيهم الميديكامون، وخاصني انايا اللي يعني نكونفيرمي له في الاخر، حيت هو غير كيحط الميديكامون كيقول لي فوالا جليله اعطيهم الميديكامون مع الاكل، وانا اللي خاصني نكونفيرمي له من بعد فواحد لو بابي انني نسيني بلي انهم فوالا راهم خداو الميديكامون ديالهم. المهم استمرت على هذا الشيء، انني كنعطيهم الاكل، انني كنديهم لا ريستوراسيون اون با يعني فاش كيكون وقت نتاع الغداء، وانني كنديهم حتى لو تياتر. هاد الميزون دو ريتريت اللي خدمت فيها كبيره بزاف، فيها البوتيك، فيها ريستوراسيون، فيها سال دو جيم، فيها كريش، فيها المهم فيها كلج، وكنت خدامه غير طون بارسيال. من بعد فاش خدمت يعني هاد الخدمه بطبيعه الحال شويه بشويه كنكتسب الخبره، كنكتسب حوايج يعني كان السي في نتاعي بدا يتعمر غير شويه بشويه. ولحد الان البنات يعني هاد الشيء اللي درته ما كنتش عندي حتى شي فورماسيون غير. المهم درك الامر اختلف بزاف يعني على هاد الزمان. ومن بعد فاش شفت روحي عندي غير طون بارسيال قلت انني ندير سوايع. فاش قلت انني ندير سوايع كان عندنا واحد لو بيغو في هذيك لا ميزون دو ريتريت، يعني في هذيك لا ميزون دو ريتريت، وهذاك لو بيغو مشيت سجلت فيه بوغ لي بيرسون اللي بغاو يخدموا باغ اكزومبل عند دي بيرسون اجي ا ليكستيريور عندهم في الدار. فاش انني مشيت سجلت البنات، وديجا هاد الهضره كنت قلتها لكم، قلت لهم انا يا وي بغيت نخدم على بيرسون اجي، مي انا يا ما بغيتش ندير الميناج. هذا هو والله الطلب اللي كان عندي لو كريتير. قالوا لي فريمون سي ديفيسيل باش تلاقي دي بيرسون اجي اللي تمشي عندهم، يعني وما غاديش دير لهم ميناج ولا هادي ولا تغسل لهم معنات ولا دير لهم هادي. انا قلت لهم هذا هو الطلب ديالي. ابخي فاش مشيت المهم سجلتيتو، ابخي دو جور ولا لغاو ليا قالوا لي فوالا راه كاين واحد الشخص، كاين جوج الناس اللي تقدري تمشي تخدمي عندهم وما غاديش ديري الميناج، فقط انك ترافقيهم. كيف قلت لكم سوا نكتب ليهم دي كوريي سيغ وورد، يعني محتاجين بيروتيك، الناس اللي تخدم فيها بيروتيك، ولا ندير معاهم دي ريشيرش جينيالوجي.
او انني ندير معاهم كونفيفياليتي، باغ اكزومبل نخرجهم لو بارك ولا جردا ولا فوالا. هذا هو البنات اللي كنت يعني خدامه في غيزون دو روتريت، وكنزيد السوايع بهذيك الخدمه اللي كنخدمها مع لي بيرسوناجي. هو في الحقيقه انايا يعني الخدمه ديالي مع دوك لي بيرسوناجي اللي كنت خدامه عندهم، يعني نورمالمون الخدمه ديالي كانت عندها بحال نقولوا مستوى معاهم. نورمالمون كان خاصني نتخلص اكثر، باغ اكزومبل نقولوا كانوا يخلصوني باغ اكزومبل 9 اورو ولا الساعه، كان خاصني على الاقل نتخلص واحد ال 11 اورو ولا 12 اورو الساعه على حساب هذاك الخدمه اللي كنت كنخدمها، حيت كنت كنخدم بيروتيك. فهمتوا كيفاش؟ يعني ملي كتخدمي بيروتيك راه كيطلب منك طاقه نتاع الدماغ اكثر. فوالا البنات، هذا هو كان بالنسبه للخدمه اللي قلت لكم ديال اللي خدمت في ميزون دو ريتريت. من بعد البنات ميزون دو ريتريت جاوني خدمت خدام اخر، خدمت في لو مينيستير دو لا ديفونس. ايه البنات، خدمت في وزاره الدفاع الفرنسيه اللي كاينه في 15 اروديسمون، وخدمت فيها حتى هي غير بواحد الكونترا مؤقته. والله كنت فاش كنت كننتقل من هذه المرحله لمرحله، وكنتقل من الخدمه لخدمه، كنت فخورة براسي. والله البنات نقولها لكم، كنت فخورة براسي، حيت هاد الخدمة البنات ماشي بول امبلوا هما اللي دبروا لي عليهم، انا اللي قلبت. كنت ديما سور لو سيت دو بول امبلوا، كنقلب على الخدمة. هاد الخدمة البنات اللي خدمتها في المينيستير دو لا ديفونس، خدمت تما غوفيرنونت، انا المشرفة على البنات. ولكن من كنت خدامه نشرف على ليكيب بلوتو، هذاك ليكيب كان فيه يعني مجموعه تاع البنات، واخا كانوا فيه ولاد بصح قلال بصح كانوا فيه مجموعه تاع البنات. هذاك الاشراف اللي كنت مشرفه غوفيرنونت، نورمالمون البنات غوفيرنونت الا بغيتي ديرو راه كاينه فورماسيون سميتها غوفيرنونت، كتكوني انت هي الشافه او انت هي المشرفه على ليكيب، انت هي اللي كتسجلي لا ليست نتاع الغياب، انت هي اللي كديري لا كوموند نتاع هذيك البلاصه اللي راك لا كوموند نتاع لي برودوي ولا لا كوموند نتاع اي حاجه في البلاصه على حسب المكان اللي كخدامه فيه. انا هذيك الخدمه خدمتها يعني غير كيف كنقولوا حنا، ما غاديش نقولوا زهر، ولكن خدمتها سبحان الله، حيت عارفه راسي عندي لي كومبيتونس انني نخدمها، ولكن هما قبلوا يخدموني غير مؤقتا حيت ما عنديش ان ديبلوم ديال غوفيرنونت. مي خدمت فيها، نقول لكم البنات والله زعما شعور رائع، انني في الصباح فاش كنت نمشي مع نافور نخدم، وانني ندخل بالبادج ديالي يعني هكا لو مينيستير دو لا ديفونس، يعني كنحس بواحد الشعور. المهم نظن راكو حاسين، يعني وحده جايه من البلاد، ومهم راكو عارفين شنو قاصد نقول. جلست في هذيك الخدمه يعني ما نقدرش نطول فيها حيت ما عنديش ان ديبلوم. من بعد خدمت بزاف البنات في الخدايم، يعني المهم خدايم اللي هما مزيانين يعني الصراحه. خدمت في ليفونسيال، لي زيفونسيال هما المهم البنات بحال اللي كنقولوا حنايا الاماكن اللي كيكون فيها ندوه صحفيه ولا شي لقاء، ولا كيكون حتى ان ماتش، يعني ماتش يكون ماتش كبير. هذاك لي زيفونسيال اللي خدمت فيهم البنات، كنت انايا فاش كيجي يدخل باغ اكزومبل، نشرح لكم شويه باش هكا حتى الا بغيتو تقلبوا باغ انترنت بحال هاد لو بوست تقدروا، حيت هاد لي بوست تقدروا مثلا تكونوا محتاجين تخدموا غير اسبوعين، غير اسبوع، غير 4 ايام، غير 5 ايام، على حسب هذيك الندوه الصحفيه، او على حسب هذاك ماشي غير ندوه صحفيه، يعني اي لقاء بحال نقولوا باغ اكزومبل اي لقاء فيه ندوه، فيه ناس غادي يجيو يجتمعوا، او حضور غادي يسمعوا شي حاجه غادي تتقال، كاين دار في اماكن اللي خاصها بحال نقولوا بحال اللي كنقولوا حنايا عندنا في حنا في البلاد كنقولوا شي صاله كبيره بحال ديال العرس، وراه بحال هكذاك. كنحاول يعني نشرح بشرح مبسط يعني للناس اللي يقدروا ما عمرو خدموا هذه الخدمه او ما عمرو سمعوا عليها. كان فاش كيجي داخل الشخص خصني نراقب البياس ديدونتيتي ديالو، وخاصني نعطيه بحال ان بادج ولا شي حاجه نديرها له في اليد، واننا كنشدو عليه باغ اكزومبل المعطف ديالو او الكسوه ديالو، اننا كنديرو ليها ان نيميرو ان تيكي، واحد تيكي نعطيوه له، واحد تيكي كنكارديوه في لو مونطو ديالو. خدمت بحال هاد الاماكن باغ اكزومبل اون سيمين 3 جور، خدمت كذلك في الاماكن اللي كيكون فيهم الفوت. فوالا هما كيطلبوا في لوفر، كيطلبوا باغ اكزومبل اوتاس داكوي، ولكن اوتاس داكوي كيشرحوا لك كالكو تاش، فهمتوا؟ يعني ماشي اوتاس داكوي ما غاديش يكون عندك داك الشيء بيروتيك، ما غاديش تكون عندك لانفورماتيك. باش هاد الناس ما نطولش حيت راني قريب من 20 دقيقه، والله بغيت غير باش نفيدكم.
بغيت نقول لكم زعما شوفوا انواع العمل اللي خدمت فيهم، وهذا الشيء اللي خدمت فيه انا كنت كنبحث، يعني كنبحث كنقلب، كان ما نستناش غير بون امبلوا. وبغيت نقول لكم الا كنتو بغيتو ديروا لا غوميز ا نيفو فازي فونسي، حيت كاين جاوني اسئله واش نبدي بلا غوميز ا نيفو واش نبدي بلا فورماسيون. تقدري تبدي بلا غوميز ا نيفو، تقدري تبدي بلا فورماسيون، بعد كي تكوني مثلا باغ اكزومبل تخدمي شي كونطرا ابخي تكوني اون شوماج دوماندي لا غوميز ا نيفو، اي حاجه كانت فيكم سوا لا غوميز ا نيفو سوا فورماسيون سوا دو فاصون كلشي غادي يكون بالفرنسيه، حتى لا فورماسيون راه غادي تكون بالفرنسيه، حتى ولا كنتو يعني ما كتهضروش الفرنسيه مزيان معليش راه في هذيك لا فورماسيون اللي غادي ديروها بالفرنسيه غادي تحتكوا مع ناس، غادي يكون عندكم تواصل مع ناس، بطبيعه الحال غادي تقدروا غادي من بعد صافي تبقاو تقدروا تهضروا الفرنسيه. اللي بغيت نقول لكم مهم من بعد فاش خدمت في هذا المهم المهنه فاش خدمت في المينيستير دو لا ديفونس، من بعد كذلك خدمت بزاف ديال الخدمات، وفاش خدمت في هاد لي فيزونسيال باردون فاش خدمت في هاد لي ايفونسيال نتاع اوتاس داكو ولا ريسبسيونيست، من بعد كذلك خدمت مع سوسيتي نتاع لي يعني راني معاها، ولكن مهم باغي نبدل عاوتاني كاين الخدمه اوتاس داكو، وخدمت معاهم وداروا ليا ما عنديش فورماسيون ولكن بالاكسبيريونس، حيت كنت غير كنغرون بلاصي واحد البنت كانت ديما تدخل اوسبيتاليزا، ديما كتدخل اوسبيتاليزا، وانايا درت زعما ان ريبلاسمون وعندي سي دي دي رونوفلي سي دي دي رونوفلي، ولكن سا مارونج بور لانستون سا مارونج. وخدمت معاهم يعني باغ اكسبيريونس بالاكسبيريونس زعما اللي درتها ودوزتها، وبطبيعه الحال وشنو بغيت نقول لكم يا ربي، وبطبيعه الحال داروا ليا اون فورماسيون انترن. البنات راكو تقدروا باغ اكزومبل الا كانوا عندكم ليكسبيريونس وكانوا عندكم لي كومبيتونس وانكم دوزوا ان اونتروتيان وتشوفوا روحكم متمكنين، راه هذاك المدير تاع الشركه ولا اونتربريز تقدروا تقنعوه انه هو يدير لكم اون فورماسيون انترن اون سيمان ولا غير تولفوا الخدمه. انا الخدمه اللي كنخدمها ما محتاجاش لي بيروتيك، حيت لا سوسيتي هما دايرين انستالين ان لوجيسيال اللي مختص بالشركه، يعني انايا خاصني هذاك لوجيسيال عارفه حافظه، خاصني ندخل المهم لي كوردوني على حساب لي كليون على حساب هادي على حساب هادي، المهم الناس اللي خدامين في هاد الحوايج هادو راه ما عارفين. اللي بغيت نقول لكم البنات فاش خرجت من رجع لكم فاش خرجت من ميزون دو روتريت وكنت مع لي بيرسوناجي، طلبت منهم انهم يديروا لي اتيستاسيون بلي انني كنت خدامه مع لي بيرسوناجي، واخا عندي كونطرا واخا كان عندي لي فيش دو باي. البنات هذا لا يمنع انكم تطلبوا منهم اتيستاسيون، تقدروا تطلبوا اتيستاسيون، فوالا اون اتيستاسيون طلبتها منهم داروها لي، فوالا باش كي نشوف هاد لاتيستاسيون كنحتفظ بهم نحتفظ بهم، ربما يجي زمان انني هاد لاتيستاسيون شي وقيته نديرها مع لي سي في نديرها، هادشي كله كيدعم. باغ اكزومبل شوفوا اتيستاسيون تاع لي بيرسوناج هادو تاع لا غوميز ا نيفو، المهم كاين بزاف د الحوايج اللي سمحوا لي البنات غادي ندير لكم الجزء الثاني حيت الفيديو جا طويل. المهم البنات واخا الفيديو غادي يجي شي شويه طويل والله فيه المنفعه وفيه الاستفاده، غير كملوه واخا كاع جا فيه 29 دقيقه ولا 30 دقيقه حتى معليش. بغيت نقول لكم فاش كنت في لا ميزون دو روتريت انني كان عندي الكونتاكت يعني مع لي بيرسوناج، فقط انني كنوكلهم نعطيهم ميديكامون كناخذهم لو تياتر وناخذهم لا ريستوراسيون، ولكن بغيت نقول لكم انه من بعد قلت ربما انني نقدر ندير ديبلوم يعني ندير اتسوانيونت ولا، ولكن ما كنتش عارفه راسي واش انني نقدر فريمون ندير لهم، المهم راكم فاهمين شنو بغيت نقول، انني ندير لهم لو تواليتاج يعني ندوش لهم او ندير لهم بومبيرس ولا، هذيك ليتاب ما كنتش متيقنه من نفسي انني واش نقدر نديرها. المهم بول امبلوا صيفطوني لواحد البلاصه سميتو لواحد البلاصه باش ندير فوالا ايفالواسيون دي كومبيتونس بروفيسيونيل، هاد ليفالواسيون دي كومبيتونس بروفيسيونيل فوالا داروا معايا، المهم هما هذا لو رابور ديالهم اللي داروه هما، هاد ليفالواسيون دي كومبيتونس بروفيسيونيل كيديروا معايا اسئله يعني واش كتعرف، كيعطوني اون ليست وهذوك لا ليست فيها ديجا انا غير كوشي كنقرا ونكوشي نشوف شنو نعرف ندير. كاين فاش وصلوا انني واش نقدر مثلا نديهم للتواليت او انني نقدر ندوش لهم او انني نقدر ندير لهم بومبيرس ولا، هذاك الشيء ما قدرتش نديرو، وطلبوا مني باش انني ندير ان ستاج او موان 15 جور في اون ميزون دو ريتريت، وانني ندير مع لي زيت سوانيون هذا الشيء
ومن بعد نشوف واش نقدر ندير هاد الخدمة. من بعد جيت للدار فكرت، شفت راسي فريمون او فون دو موا ما قدرش انا ندير هاد ليتاب هادي. فوالا سايي ودرت لاس طومبي. فوالا وها هو هاد ليفالواسيون راه عاد عندي، راني مكارتيا. اللي بغيت نقول لكم كذلك انه كاين بزاف نتاع فورماسيون اللي درتهم، درت فورماسيون ايجيان، يعني فاش تخدمي في لا ريستوراسيون ولا لا كريش ولا كيكون عندك كونتاكت مع لي زيليمون اليمونتير نتاع الاكل، درت كذلك فورماسيون. وهاد لا فورماسيون تقدروا فاش تكونوا في شي خدمه ولا، وهذيك الخدمه باغ اكزومبل كيكون مكان تاع لي ريستوراسيون ولا، نظن غادي كلكم يعني غادي يديروها لكم. سا سابيل اون فورماسيون انترن، كتكون داخليه كيكون فيها 3 جور ولا 5 جور ولا على حسب. كذلك البنات بغيت نقول لكم درت اون فورماسيون، هذا وريت لكم الباك، وريت لكم نتاع لانفورماتيك في المغرب. دابا بغيت نقول لكم فوالا درت اون فورماسيون بيروتيك، حيت كنت تلف ليا شي شويه بيروتيك، و حيت الخدمه اللي كنت زعما المهم نتاع اللي كان خدمها يعني ديال اوتاس تاكوي، ما كيف قلت لكم ما فيهاش البيروتيك، فيه واحد لوجيسيال مانستالي خاص بلونتربريز. الوغ درت فورماسيون، درت فيها ها هي البنات. المهم هنايا راه لادريس ديالي كلشي نتاع الدار، سي بوغ سا راني درت هكا. فوالا ندير لكم هكا نقدر نشوف. فوالا هادي، فوالا ها هي مكتوبه كونترا دو فورماسيون بروفيسيونيل. فوالا وغادي نوري لكم دابا، ها هو كاتبينها هنايا كيف تشوفوا. فوالا parcours professionnel. OK, c'est un parcours informatique. Ha hiya fer raham mktouba parcours informatique. Had l'informa had l'formation li dertha lbnat, il est duré 105 heures. Mhem dert fiha anaya 6 d l'asabi' yani, walakin talbin annahu ykon ndik chwiya la connaissance fi l'informatique fash kdirou هاد يعني هاد الفورماسيون. الناس اللي باغ اكزومبل راكو غير جالسين في الدار، تقدروا انكم تطلبوا اون فورماسيون نتاع لانفورماتيك، حسن ما تبقاو يعني الا بغيتوا يعني تدخلوا في مجال العمل وانكم تالفين ما عارفينش راسكم وشنو باغيين ديروا، تقدروا انكم تطلبوا فورماسيون انفورماتيك. البنات كذلك قلت لكم كاينه فورماسيون غوفيرنونت، كاين بزاف نتاع لي فورماسيون. وما تنساوش انكم دائما تكونوا حاضرين في لو سيت بول امبلوا، وقلبوا قلبوا قلبوا على الخدمه، وانكم كذلك تقدروا حتى تاخذوا لي سي في ديالكم وتاخذوهم يعني الاماكن وتحطوا سي في يعني اون ديريكت. راني ديجا هضرت على هذه المواضيع البنات نتاع كيفاش تقلبوا على الخدمه. واخيرا البنات اللي بغيت نقول لكم اخر ديبلوم ديتو، وهو انني دخلت نقرا اللغه الانجليزيه وانني دوزت امتحان. ها هو البنات غير باش تعرفوا، فوالا ها هو هذه هي هذا هو لاتيستاسيون اللي عطاوني نتاع اونغلي بروفيسيونيل، وهادو هما لي موديول هنايا. فوالا هادو هنايا كيديروا في اخر في لاتيستاسيون دو كومبيتونس بروفيسيونيل، كيديروا يعني الواحد انه شنو كيعرف يدير في لاكوي، كيكتبوا كاع لي موديول اللي كيعرف يديرها يعني الشخص في لاكوي. المهم هاد 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 الفورماسيون البنات انايا درتها فيها 6 سيمانات يعني شهر، ومهم شهر وسيمانه. هاد لا فورماسيون اللي درتها نتاع لونغلي، هما كيديروا لينا في الاول ان تيست باش يعرفوا النيفو ديالنا شي شويه يعني واش نعرفوا شي شويه، ومن بعد صافي كنديروا هاد الفورماسيون. وبغيت نقول لكم ها هو ودوزي في اخر هاد الفورماسيون كندوزو واحد الامتحان اللي هو كبير، كتمهم خلصاتو علينا الدوله اللي هو كيدير على حساب يمكن 120 اورو ولا 140 اورو ما راني عاقله. وها هو في الاخير عطاوني ان ديبلوم هذا البنات، هذا غير الاسم العائلي ديالي فوالا، وفي التالي عطاوني ان ديبلوم ها هو جليله، هذاك لو ديبلوم اللي عطاوني على اساس انني كنعرف نهضر زعما اللغه الانجليزيه، وانني نقدر نخدم كوم ريسبسيونيست ولا اوتيس داكوي، وها هما الحوايج اللي كنعرف نديرهم في لاكوي. فوالا هادشي اللي كان البنات، وبغيت انني نشاركو معكم يعني نقول لكم بلي انه فاش ما يعني بغيتي ديري غوميزا نيفو، بغيتي ديري فورماسيون، بغيتي انك تخدمي خدمه وبهذيك الخدمه كيكون عندك اون اكسبيريونس بروفيسيونيل، ومن يكون عندك اون اكسبيريونس بروفيسيونيل بطبيعه الحال غادي لو سي في ديالك غادي ديري فيه كاع واشنو درتي
هذاك سافا اونريشيغ لو باركور، سافا اونريشيغ هذاك لو سي في نتاعك، يكون بحال نقولوا غني بزاف نتاع الحوايج تكونوا درتوهم. نتمنى الفيديو ديال اليوم واخا كان طول شي شويه ولكن فيه افاده، ربما شي واحد فيكم يستفد بشي حاجه، او انه المهم زدت ليه شي فكره في راسو، او انه يقدر انه درك يعرف كيفاش يأورينتي راسو، وحتى ولا مشيتوا لبولون بلوا تكونوا عارفين بعض الاشياء في الراس ديالكم. نقول لكم ان شاء الله نشوفوا في فيديو جديد، ونقول لكم شكرا لكم على الدعم ديالكم، وشكرا لكم على المتابعة ديالكم، وإن شاء الله الفيديو قادم إن شاء الله. السلام عليكم.